ولا الريسك بتاع الدنيا دي اللي انت بتقوليها حق ميت، والله حق ميت ما كانش ريسك. يعني انا اساسا كئيبه، بس ما بيجيليش الكآبه، فلقيت نفسي لا بس كابتينا يعني انا تعبت نفسي، فانا اوريدي ما كنتش تعبانه. قصدك كنادي وشيهان وهبه رجلي وغراب وما لهمش علاقه ببعض، هو ما فيش منافسه. لا هي اساسا هبه رجلي وغراب مش بينزل عاده في رمضان، فهو السنه دي بالصدفه ان هو في رمضان، لكن انا متوقعه له النجاح جدا لان المسلسل ده مكتوب. بتكلم على الاثنين يعني، هبه رجلي وغراب كمان هينجح لان هو مسلسل حلو جدا مكتوب حلو، فهو ان شاء الله هينجح. نيلي وشيهان ان شاء الله باذن الله يا رب يعجب الناس. وانا مش من الناس اللي بتحط نفسها منافسه مع حد خالص. انا لا، ما هو خلاص يعني ده موضوع قديم قوي لما احنا صغيرين، خلاص ده خلص كده. مشيت انا وشويه ناس معايا كده يعني، مشينا روحنا. فان شاء الله باذن الله هينجح باذن الله، وكلنا ننجح يا رب، كلنا ننجح، مش عايزين اي حد يتصالح.